المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، مع مسلم الدارمي ولله الحمد منا في على انتهاء من تخمير الإناء كتاب الأشربة، باب في تخمير الإناء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عليه، قال: باب في تخمير الإناء. قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه قال: حدثني جابر قال: حدثني أبو حميد السعدي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودة؟ نعم. قال: حدثنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي سعد. صوتك شيخ لما بتشتكوا الصوت غاطي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. طبعا هو التخمير معناها التغطية. والحديث الثاني أظهر في ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال أبو هريرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. أبو حميد رضي الله عنه يقول أيضا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته أو عرضت عليه عودا؟ كل ذلك لأنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم محذر أنه هناك مرض يتأتى، يعني ينزل كل يوم أربعاء أو ثلاثاء في من الدهر، وأنت لا تدري كيف ومتى ينزل، فإذا ما وجد إناء غير مغطى إلا نزل فيه، فهذا فيه تعريض النفس للضرر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعرض عليه عودا، فلا إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل، يعني يضع يده عليه يقول بسم الله. وده فيه فوائد. أقول إخوتي الكرام، فأنه يضع يده بسم الله ويقول بسم الله عليه يحفظه ولا ينزل ما الداء فيه، ولذلك الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا ذكر اسم الله عليه، ما يدخل بابا مغلقا ولا ما ذكر اسم الله عليه. وهذه فيها حفظ من الشيطان وحفظ أيضا من الأمراض. فهنا معنى أنه يقول بسم الله عليه يحفظه حتى لو لم يعرض عليه عود. يعني هو دلوقتي له أمور ثلاثة لحفظ الطعام والشراب من الأوبئة. الأمر الأول هو غطاؤه، وهو قال: هل غطيته؟ يعني وفي الحديث الثاني: أمرنا بتغطية الوضوء، يعني وتخمير الإناء. أو شوف قال: تخمير الإناء وإكاء السقاء وإطفاء النار. يبقى أول شيء للحفظ عليه الحفاظ عليه هو تغطيته. الأمر الثاني هو ذكر اسم الله عليه. الثاني أن يعرض عليه عودا، ولا أن تعرض عليه يعني عودا. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أن يضع يده عليه ويسمي الله، أن يضع يده عليه ويسمي الله. وهذه صيانة له من الشيطان، لأن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، وصيانة له من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، وصيانة من النجاسة والمقدرات ومن الحشرات والهوام، فلربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به. وورد عن أبي حميد السعدي روى الحديث أنه إنما أمر بالأسقية أن توكأ، أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. والذي قال أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه. والمختار عند أكثرين الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، يعني تفسير الصحابي إن كان خلاف اللفظ ليس بحجة. وهذا منهم تقديم اللفظ على المعنى، لأنه تفسيره معنى واللفظ أظهر، فيؤخذ باللفظ دون المعنى. وهذا أصولية يقولون إذا خالف الصحابي تفسير الصحابي ظاهر اللفظ يؤخذ ظاهر اللفظ، لكن نحن نقول إن كان تخصيصا أو تعميما أو غير ذلك فإننا نأخذ بقول الصحابي أنه الراوي أعلم بما روى. قلنا الراوي أعلم بما روى فيما لا مخالفة فيه، فإذا كانت المخالفة في الظاهر فالظاهر يقدم لأن النص يقدم. وده أصل من أصول كان دائما ابن المنذر، كان دائما ابن المنذر يعني يوصل له. نعم، وهو أنه كان ماذا يفعل؟ يقول النص لا يخصصه إلا نص إذا كان جاء عاما، والنص إذا جاء مطلقا لا يقيده إلا النص. نعم. ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر
الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف. وكذلك لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموم. هذا كما قلت أصله النووي الحمد لله على السلام، أصله ابن المنذر النووي ونقل ابن النووي وغيره على أنه إذا جاء النص عاما لا يخصص إلا بنص، وإذا جاء مطلقا لا يقيد إلا بنص. والحديث الثاني أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، يعني تغطية الإناء الذي فيه ماء الوضوء بتخميره أو 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 وضع العود عليه. وهذا كله احتراز من باب الاحتراز، فكل إناء فيه طعام أو شراب وكل قربة تحتاج إلى إكاء بالشد والربط، هذا كله لحمايتها من. أقول إخوتي الكرام أمرنا يعني في هذا الباب هو احتراز حفظ الطعام الذي فيه، حفظ الإناء الذي فيه الطعام أو الشراب، حفظه من هوام الأرض، حفظه من الحشرات، حفظه من التقذر. لا ممكن أصلا تتغير حتى يعني تنظر لمن لو تركته هكذا في الصباح يتغير هيئته شكله. الإنسان إذا رأى ممكن لا يقبله. وهذا أدب من الأدب العظيم التي نتأدب بها حفاظا على، شوف انظر الشريعة الغراء ماذا تفعل بالناس، الشريعة الغراء تأتي تحافظ على الناس، ناس لا يفهمون، يعني الشريعة تحميهم، الشريعة تحفظهم، الشريعة تسوي أخلاقهم، الشريعة تجعل الإنسان في السماء خلقا ووجها وذاتا وفعلا، ويكون من أسمى الناس هدفا. لكن الناس كلما تباعدوا عن الشريعة كلما تغيرت الفطر، وكلما استلبتهم الشياطين، وكلما تمكنت منهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فنحن في أداب ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شاردة ولا وردة إلا أتى بها. أداب حتى، والأداب فيها حفظ مروءة المرء، حفظ شهامة المرء، حفظ ديانة المرء، حفظ كل شيء فيه. فسبحان ربي العظيم. باب النهي عن النفخ في الشراب، باب آخر تفضل. قال رحمه الله باب في النهي عن النفخ في الشراب. قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني أنه قال مروان لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال نعم. قال أخبرنا عمرو بن عون قال عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. أولا نهى عن النفخ في الشراب، احنا قلنا قبل ذلك وشرحناه، نهى عن النفخ في الشراب الذي يشرب منه، ونهى أيضا الطعام إذا كان الطعام فيه حار نهى عن أن ينفخ فيه. فيه أمور، أولا النفخ في الشراب رجيع النفس يغير الماء، فلما يغيره يستقذره غيره، والأمر الثاني قد يخرج منه الريق أو يخرج شيء آخر في هذا الباب، يستاد الاستقذار من الناس على هذا الباب. وليس هذا من الأدب، ليس هذا من الأدب، لأنه ليس وحده الذي سيشرب، يعني لو بيشرب يكرع، تعرفون يعني إيه يكرع؟ يكرع يعني يشرب بثمي، ما يشرب بيدي، مش يكرع بالصوت، لا يكرع يعني يشرب بيدي، يشرب بفمه. فإذا يكرع الإنسان من البئر لو تنفس فيه ماذا سيحدث؟ يعني مع الأنفاس تخرج حتى الريق أو النفس يخرج فيه شيء فيستغذر الناس الماء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى أيضا عن الطعام، والنفخ هو أشد التنفس، وحتى لو كان وحده قد يستغذره هو نفسه، حتى لو كان وحده يستغذره هو نفسه، يعني 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 في هذا الباب. وبعدين لو كان وحده طب لا سيبقيه لغيره. فالمسألة كما قلت هي أداب عامة للإنسان ولغيره من المسلمين، للإنسان ولغيره من المسلمين. وهذا نهي على الكراهة. لما على الكراهة؟ الأول لأن هذا مظنون أنه يمكن أن يفسد الطعام على غيره أو يفسد الشراب على غيره. والأمر الثاني أنه هيئة أدب، وهيئات الأدب لا تعبد فيها. لذلك النهي بيكون مصروفا من التحريم من الكراهية، والأمر يكون مصروفا من الوجوب إلى الاستحباب. ننتهي من كتاب الأشربة كلية، وذلك فضل الله فيما شاء. باب في ساق القوم آخرهم شربا. نعم. قال الإمام الدارمي رحمة الله عليه باب.
نعم صرف التحريم للكراهه الصرف ايش؟ صرف التحريم للكراهه ما قلناه بس انت نايم انت لسه مستيقظ صح؟ لسه مستيقظ لا افق احنا ده ورانا امور حروب طاحنه احنا ورانا اوقات طويله فيها العلم ما قلت ولا ما قلت يا اسنوي ما قلنا اول شيء انه اداب من الاداب هيئات ادبيه والهيئات الادبيه لا تعبد فيها فيكون الامر فيها للارشاد ويكون نهي فيها الكراهه فهمت؟ والامر الثاني ان ما يحذر منه مظنون ليس مقطوعا به هذا ايضا صرف ما في سقى القوم اخرهم شربا وهذا ختام لباب الاشربه ولله الحمد والمنه وهذا كتاب اخر كتب انتهى من نصر الدارمي ولله الحمد والمنه نريد ان ننتهي ان شاء الله من الزكاه حتى يعني نتفرغ للصيام ويكون ايضا الصيام في الموطأ وفي المسند يتوافقان باذن الله تعالى الحمد لله الحمد لله تفضل شيخ تفضل ما في ساق القوم اخرهم شربا قال الامام الدارمي رحمه الله تعالى عليه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه نعم قال وسلمان بن المغيرة نعم. ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساق القوم آخرهم نعم ساق القوم آخرهم يعني آخرهم شربا وهذا في دلالة على أنه يشرع لمن تولى سقاة قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم وهذا فيه أمور الأمر الأول تعليم الإنسان الإيثار تعليم المسلم الإيثار أن يقدم غيره على نفسه والله جعل من مدح الأنصار مثل ما مدحهم في هذه الفضيلة العظيمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص فتعليم المسلم الإيثار وأيضا في هذا الباب تعليم المسلم الصبر الصبر على ما يريد ليس كل ما تشتهي أن تذهب وتقضي ما تشتهي لا ليس له ذلك أن يفعل هذا الأمر وفي إشارة أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضر عنهم الله أكبر هذه نظرة لا تكون إلا في المسلمين كل الأمم كل من كان فيهم يقول أنا وذلك ترى عندهم الشح أهلكهم في هذا الباب الله المستعان وتقديم مصلحتهم على مصلحتي وكذا من يفرق على القوم الفاكهة فيبدأ بسقي القوم كبير القوم وأيضا على الطعام يكون أصلا مقدما على 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 الناس لا على نفسي وهذه أداب وهذا حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان جائعا جدا وكان يخرج يتقصد من يراه كأبي بكر وعمر يسأله عن آية وهو أعلم بها أعلم بالآية منه لكن يريد إيش أن يلتفت له فيطعمه وما كان يفعل أبو بكر ما فعل عمر ما فعل ما انتبه إليه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه قال تعالى يا بهر فات به فالمهم حصل الحلب قال اسقي فهو يقول يا ربي انا لو سقيت الناس لن اشرب انا بموت وساقع فقال اعطي فلان فدار عليهم ابو هريره وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه قال ما بقي الا انا وانت اشرب يا ابو هريره قال لا يا رسول الله قال اشرب يا ابو هريره يشرب وهو حاسب ان المساله خلاص ستنتهي الشرب سينتهي قال اشرب حتى قال والله ما قال له ايش مساغه شوف البركه في هذا الباب وشوف اصلا التفات النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يعلم بذلك ومع ذلك صبره النبي ليتعلم الايثار فهذا تعليم الامه اداب عظيمه جدا ولذلك ولي الامر لو تدرب على مثل هذا سيقدم الرعيه على نفسه وده اللي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حلبوا له من شاة الصدقه انكر انكارا شديدا وغضب ثم ادخل اصبعه ثم استقاء قالوا ما هذا قال اتطعمني من مال المسلمين قال انت من المسلمين امرأته قالت أنت من المسلمين يعني تشق على نفسك فاشتد عليه في القول ولذلك هو كان يقول بأنه بالنسبة لأموال المسلمين كالوصية على اليتيم الفوائد المستنبطة ديننا دين الأدب في الأدب الأمر فيها للإرشاد والنهي فيها الكراهة النظر للغير إثارا من أعز خصال المسلمين لا يجوز للمسلم أن يقدم على ما يضر المسلمين ولو ظنا سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا أتت به يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.